تعرف على أصل القصة. النجم العالمي جاستن بيبر يرفع دعوى التشهير ويطلب من امرأتين 20 مليون دولار. تابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا إبداء رأيكم ودعمنا عبر الضغط على زر لايك واشتراك. القصة تبدأ حينما قالت امرأة في عام 2014 وعرفت نفسها باسم دانييل دون الكشف عن شخصيتها الحقيقية، قالت في تغريدة على تويتر، وحذفت هذه التغريدة منذ ذلك الحين، انها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل النجم العالمي جاستن بيبر في فندق أوستن بولاية تكساس الامريكية في 9 من آذار في مارس 2014. أما الجزء الثاني من القصة فهناك امرأة أخرى عرفت نفسها باسم كاجي فقالت على تويتر أيضا أنها تعرضت لاعتداء من قبل النجم العالمي جاستن بيبر في غرفة بفندق بمدينة نيويورك في أيار مايو عام 2015. رفع مغني البوب الكندي جاستن بيبر دعوى التشهير ضد امرأتين اتهمتا بسوء السلوك الجنسي مطالبا بتعويض قيمته 20 مليون دولار. ورفع مغني البوب الشاب الدعوى القضائية أمام محكمة لوس أنجلوس العليا أمس الخميس بعد أن كتب على تويتر في وقت سابق هذا الأسبوع إن الإدعاء بأنه اعتدى جنسيا على امرأة في عام 2014 هو أمر مستحيل من الناحية الواقعية. حيث وصفت الدعوى القضائية الاتهامات التي وجهتها المرأتين بأنها أكاذيب ملفقة وشائنة. مطالبة بإقامة محاكمة أمام هيئة محلفين وتعويض بقيمة 20 مليون دولار للنجم العالمي عما لحق به من أضرار. ومما لا شك فيه أن حركة الميتو التي أصبحت فعالة منذ عام 2017 شجعت كثير من الفتيات وتوجيه اتهامات إلى مجالات الرجال من المشاهير في مجالات الترفيه والأعمال والرياضة والسياسة بسوء السلوك الجنسي. حيث سطع نجم جاستن بيبر صاحب 26 عام عندما كان في 13 من عمره وأصبح واحد من أكثر المغنيين شعبية في العالم.